الاخوان كيف ما كتشوفوا حنا كنتواجدوا في سوق الاربعاء. ما شاء الله واحد جدير عنده 3 سنين تبارك الله. كيف ما كتشوفوا الاخوان هادي نتيوا. هاد ليا ماشي خويا الطيور قلال. ما كاين والو خويا، كاين القفوزه والشكير والفوندات، ما كاين لا فراخ لا. كاين القفوزه والشكير والفوندات. ما كاين لا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عائلة قناة طائر الحسون المغربي. مرحبا وألف مرحبا الإخوان، كنتمنى الجميع يكون بصحة جيدة وفي أحسن الأحوال. اليوم يوم الأربعاء، غادي نقربكم من الأجمل ديال الطيور المتواجدة في هذا السوق اللي هو منطقة سباج شارع الجولان. كما جرت العادة الإخوان، اللي شاف هذا الفيديو خلي واحد التعليق زوين، اللي ما أبونيش في القناة يتأبونا والله يدير الخير، والسلام عليكم. إخوان كيف ما كتشوفوا حنا كنتواجدوا في سوق الأربعاء. ما شاء الله واحد جدير عنده 3 سنين تبارك الله، هذا راه ديجا خدام الإخوان مع مقنين وعاطي يعني التفريخه العام اللي فات، راه يلاه خارج باقي المخلاف ديالو كحل. ما شاء الله تبارك الله. تبارك الله تبارك الله. قلت لي يا خويا قاسم فاش عطيت فريخه العام اللي فات؟ مقنين. نعم مقنين. لحد الان باقي ما سمعت منه حتى خطا. مازال يدخل لي زابيل. مشيو نشدو الاخوان الطوير الاخر. هذا تشوفوا جدير عنده 3 سنين. قاسم راه كيجيب طويرات تبارك الله، كيجيب طويرات ما شاء الله. وراه باش يبقى عندك 3 سنين يعني هنا. هذا شو هو راه فيه خدام، فيه ديجا خدام بحال بحال الاخر. قال نخدم مع المغني. Thank you.
3 سنين بجوج عندهم 3 سنين. كيف ما كتسمعوا الاخوان كيقول لكم الكريه غارانتي. النميره الاخوان راه غنخلي لكم يعني في لا فيديو. كيف ما كتشوفوا الاخوان هادي نتيوا هادو نتاوي ديال بو محمد بو محمد بغينا نسمعوا الثمن من عندك الثمن ديال هادو شحال كتقول فيهم 80 درهم الاخوان هادو الاخوان راه كانوا في الفولير راه كاينين تقريبا 5 ديال البياسات ها هما لا باقي عندي 5 اخرين كاينين 10 باقي عندي على 5 قول لي باقي عندك بياسات اخرين من غير هادو كيف ما كتشوفوا البياسات راه بصحه جيده ما شاء الله هادو ديال تيزنيت الاخوان كيف ما كيقول خداهم من عند واحد السيد زوينه تبارك الله اللي شاده من العلكة بحال هادي هادي وبالنسبه للذكوره خوتهم ياك هما هادو هما هادو هادو شحال كتقول فيهم ابو محمد 200 درهم 200 درهم ما شاء الله الاخوان ابو محمد النميره ديالك 06 06 95 95 28 28 96 40 40 هادو تا هما واحد ثلاثه راه تا هما وكاين هذا يغرب الزهره هذا شحال كتقول فيه هذا 200 درهم هذوك 200 درهم الواحد كاين هذا شنو هو يورتي زنيز هذوك يخدموا الاخوان هذوك ما يحفظهم كاع لا لا ما عندهم ما يحفظهم هذا الشيء اللي كاين ترى في الدار عقلت والله الا كاين اللي كتسمع بحال هذا وكاين هذا الاخوان تبارك الله ما شاء الله زوين تشاو أو قال لهم والو هادو يكملوا واحد الشهير يبانوا لك راه يعني ما حد بقى هاد الشميشه الله يسخر الجميع مرة مسلطح من قار مرة هذوك هما باش هذيك المخلب ديالو بحال اللوزه شتي شي مشكل ما يكونش العيب Thank you.
واش عنده ولا تقول هذا ولد عام ولد عام الاول هذا عام دابا يكون ثلاثه عنده خويا الصابه شحال شي الثمن ديال هذا غير 700 درهم هذا فيه كناريه اخويا باش يعرف المشاهد الكريم ولا اللي بغى يشري يعرف اش فيه كناريه كاين كاينه اخوان كاينه دوبليه النميره ديالك اخويا مصطفى 07 17 84 35 96 السلام عليكم. السلام ورحمة الله. خويا العزيز بخير. الله يحفظك. لاباس عليك. كي داير مع الولاء اخويا؟ كلشي بخير. الله يبارك. واحد السؤال اخويا بغيت نطرحه عليك. هاد ليا ماشي اخويا الطيور قلال. ما كاين والو اخويا كاين القفوزة والشكاير والفونداش ما كاين لا فراخ لا. كاين القفوزة والشكاير والفونداش. الفونداش ما كاين لا فراخ لا. في نظرك شنو هو السبب؟ السبب ان هذه ما بقاش ولا تجارة. بيع وشرا وصافي وتخربيع. ياك اخويا يعني ما بقاش ديك الولاعة اللي كنعرفوا انسان باغي واحد الطير يخرجوا في المستوى ويجيبوا للسوق على الاقل غنتولعوا ما كاين والو ما كاين هذه الولاعة تلاحت عليها تحريفي البيع والشراء فقط والسلام عليكم ورحمة الله يكبر بك الصباح واحد حدا كون كان تعدي العين كنكون جديد ياك جحدة سبحان الله العظيم قول لي بو محمد شحال عنده هذا الحداد هذا؟ شهرين تبارك الله شهرين اش كتعطيه في الماكلة؟ كاوكاو مخلط مع الديماراج مطحون كاوكاو مخلط مع الديماراج مطحون مرة دويدات ضروري الدود ضروري بروتينات بالنسبة للثمن ديالو شحال كتقول فيه؟ 150 درهم الاخوان حداد زوين تبارك الله كسيوة زوينة والكلام خارج الكلام خارج الكلام اعطيني النمرة ديالك 06 95 22 96 40 الله يسخر المولى اييه انا الاخوان القوارع ديال هذا العام ما شاء الله تبارك الله تبارك الله كسيوة تبارك الله يعني طلعت ما شاء الله هادو شكون محطوط شكون محطوط عليهم اخويا؟ محطوط عليهم ثلاثة مساج عارفهم ثلاثة مساج اي اللي كانوا عندك كل واحد كيضرب طلق ما شاء الله دار المرقد ديالهم خنيف راه القرع الاخر الاخوان ما شاء الله هادو راه بقاو اخوان تصفوا يعني ومازال كيصفوا في المخلاب ديالهم ما شاء الله المهم الاخوان كيف ما كتسمعوا قورع ولاد العام الاخر ما عندوش النمره غنخليكم النمره ديالي اللي بغاهم يعيط ليا ومرحبا والف مرحبا الاخوان خويا شوف ياك السلام عليكم كي داير بخير نشدر ولا قرع اخويا هذا قلتي لي الله خارج من البداله اه صافي صفه رجيله تبارك الله بيضين ما شاء الله كلام وداني بالنسبه للثمن في 500 درهم كيف ما كتسمعوا الاخوان طير يعني شحال عنده فلاش ديالو الدار عنده الدار الاول هذه البدال الاولى ما شاء الله عندك شي طويرات اخرين؟ لا النميره ديالك اخويا 06 06 00 دوبل 0 19 19
67 07 الله يسخر لك اخويا شكرا. خويا حسن. خويا عزيز بخير الحمد لله. خويا عزيز الله يبارك. قرا ولا جدر اخويا هذا؟ قرا اخويا عزيز هذا قرا مكلم ود العام ولا ود العام؟ ود العام ود العام وعندي فيديو ديالو. اش كان محطوط عليه؟ وداني ودانية. الشريط ولا الحي؟ الحي طابع وطير مقنين جدر وداني. الثمن شحال كتطلب فيه؟ الثمن تطلب فيه 600 درهم. خارج الكلام بقى. خارج الكلام وعندي فيديو ديالو. النميرة اخويا حسن 06 06 51 51 73 73 94 94 19 19. شكرا خويا حسن. شكرا على وجهك. الله يحفظك. عندي واحد جدي اخر. وهذا خويا حسن؟ هذا خويا جدير اخويا عزيز عنده بدالة وحدة. اول بدالة لي؟ اول بدالة تحميرة زيتونية اللهم بارك. شو هو يخرج للهضرة؟ الثمن ديالو؟ الثمن ديالو 550 درهم. 550 درهم؟ باقي المخلاب ديالو فيه الكحولية باقي ما لاحوش. مكلم. الثمن ديالو قلتي 550 درهم. اللي بغى شي طويره من الطويرات الاخوان يتواصل مع الاخ حسن النميره. مرحبا 06 06 51 51 73 73 94 94 19 19. تحياتي خويا حسن. الله يحفظك خويا. شكرا. خويا تبارك الله عليك. الله يحفظك خويا. هذا الميسو شحال عنده خويا عزيز؟ 4 شهور. هذا الميسو شحال عنده خويا حسن؟ هذا عنده 7 شهور. في الكناري يا خويا حسن ياك؟ فيه فيه. بالنسبة للثمن اخويا؟ الثمن اخويا عزيز 500 درهم. 500 درهم. وفي حبيبات زوينين. عندك شي طويرة اخر ياك حسن؟ ثاني طويرة. Thank you.
خويا حسن شحال كتطفد الميسو؟ تنطلب في 1150 درهم اخويا حسن. 1150 درهم. العيب والو. يلا خرج من البلاد اخويا عزيز بقى كيصفي. ولد العام هذا؟ لا عنده شي عام وشي 7 شهور. عام و7 شهور. بحال هكا كل مرات عام و8 شهور. تبارك الله. طالع في عامين. خلي النميره ديالك اخويا حسن. 06 51 73 94 19 تحياتي خويا حسن. مازال يتكلم الفيديو اللي صيفطتي لي اخويا راه غنديرو موراه. لوحه. صافي مرحبا. صافي مرحبا خويا. Thank you.